ماينس اهوت واضح هنا، انا كده شايل السارتوريس اهي، دي السارتوريس اولها ودي اخرها مقصوصه، فانت متخيل انها كانت ماشيه كده. طيب انترو ميديالي انترو لاترالي الباستس ميدياليس اهيت، والبوستيريور وول الادكتور لونجس وماجنس. الحته بس اللي فيها تكه شويه الانترو لاترالي، كانت سارتوريس مغطيه الفايبرس روف اللي هو كان بيقول لك عليه، هو ده في الكتاب اللي هو جايبه لك، انا ما كنتش لقيته في الصوره اللي فاتت، فلقيت صوره عندي واضح فيها الفايبرس روف فقلت اوريها لكم، علشان دي مكتوبه في الروف بتاعي في الانترولاترال وول، في الانتروميديال اسف، الانترولاترال الفاستس ميدياليس، تحس انها هي كده عامله ايه ضلع المثلث ده. طب والضلع الثاني السارتوريس وتحت منه الفاستس الفايبرس روف اللي ما بين الفاستس ميدياليس والدكتور ماجنس اهو زي ما هو كتبه لك في الكتاب. فالصوره دي جميله، يا ريت برضو الناس اللي لسه داخله دلوقتي تشوفها، دي لطيفه للايه لحته الفايبرس روف بتاع السب سارتوريال كانال. تمام، وبرضو برضو الصوره هنا لطيفه في تبين لك الكروسنج بتاع مين، الفيمورال نيرف للفيمورال ارتري فروم لاترال تو ميديال، معظم الحاجات فروم لاترال تو ميديال فروم لوفت تو ماريدج. طيب ومن ضمن الكونتنتس برضو بتاعت السبسارتوريال كانال هذا النيرف اللي نازل مخصوص للفاستس ميدياليس اللي هو نيرف تو فاستس ميدياليس. يبقى الكونتنتس بتاعتي اهي الفين الارتري السافيرس نيرف والنيرف تو فاستس ميدياليس. صوره لطيفه يعني لقيتها كويسه للموضوع ده وقلت اجيبها لكم. هنثبت هنا بقى على السيكرال بليكسس لغايه ما نرجع لها. نبدا في البرزنتيشن الثانيه بتاعت دلوقتي بقى اللي هي الهامسترنج ماسلز. نبدا يا جماعه كلنا معظمنا موجود. العدد دلوقتي كويس ماشي. طيب اول حاجه العضلات بتاعه الباك، نرجع برضو للصوره اللي انا بدات لك بيها المره اللي فاتت، هي الصوره دي ايه اللي فيها، برضو ادي الفيمر وادي الثلاثه سبته، ادي واحد وادي الثاني وادي الثالث. خدنا الانتيرور كومبارتمنت المحاضرات اللي فاتت، والمحاضره بتاعت النهارده اللي فاتت برضو الميديال كومبارتمنت، فاضل لنا بقى اللي انا هبدا فيه دلوقتي اللي هو الايه؟ البوستيرور كومبارتمنت. تمام كده؟ اللي هو بنسميه الهامسترنج ماسلز. الباك اوف ذا ثاي. الباك اوف ذا ثاي مش الباك اوف ذا جلوتير ريجون. ده لسه ليها محاضره يوم السبت ان شاء الله الجلوتير ريجون مخصوص. الجلوتير ريجون هنبداها المحاضره اللي جايه. انا النهارده بخلص الثاي. الثاي الهامسترنج ماسلز عندي سيمي ممبرينوزس وسيمي تندينوزس وبايسبس فيمورس. عايزين قواعد ليهم كده مجمله. كلهم لهم بروكسيمال اتاتشمنت للاسكيل فيبروس. دي حاجه جامده هنشوفها دلوقتي نشوف الكلام ده كله صح ولا لا. كلهم بيشتغلوا على مفصلين الهيب والني جوينت. بيكستند ذا ثاي وبيفلكس ذا ليج، يعني كلهم على مستوى الثاي هيعملوا اكستنشن وعلى مستوى الليج هيعملوا فليكشن، ودي فيها حته حلوه هقولها لك في الاخر هفكرك بيها في الاخر. بينرفيتد يعني كلهم واخدين نيرف سبلاي من التيبيال ديفيجن اوف ذا سياتيك، السياتيك ليه تيبيال ديفيجن وكومن ديرونيال ديفيجن. تمام؟ هناخده برضو في الاخر مع السيكرال بليكسس. الكلام ده كله ينطبق على كل العضلات دي ما عدا الشورت هيد اوف بايسبس. ماشي؟ يعني كل العضلات بينطبق عليها الكلام زي الشورت هيد اوف بايسبس. المره اللي فاتت كانت برضو كل العضلات بينطبق عليها نفس الكلام ما عدا الاسكيال بار بتاع الدكتور ماجنس. اختلفت في الاكشن في النيرف سبلاي في حتى في الـ في الـ في الـ في, في الاتاتشمنت بتاعها. كل الكلام برضو هنا متفق على سيمي ممبرونوزس وسيمي تندونوزس والبايسبس لونج هيد. خلاص؟ عشان كده عامل لك كده ايه؟ عند البايسبس نجمه، عشان وانت بتقول البايسبس تعرف ان الشورت هيد ما ينطبقش عليها كل الشروط اللي احنا قلناها او الكلام اللي احنا قلناه ده.
طب ناخد كل عضله لوحدها كده بالتفصيل ونشوف الكلام ده اخباره ايه. اول حاجه البايسبس فيمرس، هي العضله اللي موجوده في الباك لاترال ولا ميديال؟ هي اللاترال ماسل، ماشي كده. طالعه بكام هيد؟ بلونج هيد وشورت هيد. اللونج هيد طالعه منين؟ تعالى لي بقى نكمل الاتاتشمنت بتاع الاسكال فيبروزيتي. احنا خدنا اللور ترانجولار اريا اللاترال بارت المره اللي فاتت في الاسكيال بارت بتاع الدكتور ماجنس. دلوقتي هنتكلم على الكوادرانجولار اريا، لها ابر لاترال وميديا، او قول لاترال وميديا البارت وخلاص. اللور ميديا البارت ده هيديني كومن اوريجين لللونج هيد اوف بايسبس مع السيمي تندينوزس، ماشي. يبقى الابر كوادرانجولار اريا اللور ميديال بارت بتاعه هيديني كومن اوريجين لللونج هيد اوف بايسبس مع السيمي تندينوزس اللي هناخدها كمان شويه. امال الشورت هيد ده ما راحتش من الهيب خالص، دي جت من اللينيا ازبرا واللاترال سوبرا كوندايلر لاين فيمر. شبه مين؟ شبه الفاستس لاتراليس، تمام. بس الفاستس لاتراليس ما وصلتش لللاترال سوبرا كوندايلر لاين، كانت خدت اللاترال ليب بتاع لينيا ازبرا. الانسرشن بتاع عضله جايه من هنا ومن اللينيا ازبرا واللاترال سوبرا كوندايلر ريدج، راحت تمسك فين؟ هي في لاترال سايد، يبقى تمسك في العظمه اللاترال اللي هي الفيبولا، تمسك في لاترال سايد اوف ذا فيبولار هيد. وهي راحت تمسك فيها بيحصل التندون بتاعها سبليت، تنقسم. هنجيب صوره لها دلوقتي حالا بالفيبولار كولاترال ليجمنت اللي هنتكلم عليه في الني جوينت، اللي بيشبه لو انت فاكر معايا عند الالبو جوينت كان عندك الايه؟ الريديال كولاترال ليجمنت والالنر كولاترال ليجمنت اللي كانوا بيمنعوا ان يحصل على المستوى الجوينت ايه؟ ابدكشن وابدكشن اللي هم بيسبورت اللاترال سايد. تعال نشوف الصوره، الصوره تبقى اوضح شويه. ادي اللونج هيد طالعه من الكوادرانجولار اريا الميديال بارت، وراح تعمل انسيرشن في اللاترال، في اللاترال بارت اوف ذا هيد اوف ذا فيبولا. طب والشورت هيد مش باينه لان هي جايه من ادي اللينيا ازبرا، وادي اللاترال بوردر بتاع اللينيا ازبرا مع اللاترال سوبرا كوندايلر ريدج جايه تحت شويه. المهم اللي باين هنا الاتحاد بتاع العضلتين مع بعض، ويروح يمسك فين؟ في اللاترال اسبكت اوف ذا هيد اوف ذا فيبولا، تمام كده. طيب الاكشن بتاع العضله دي من اللي قدامك ده، ما انت لسه حاطط لي قواعد على مستوى الني هتعمل فليكشن، وعلى مستوى الثاي هتعمل اكستنشن، تمام. يعني وانت عند الني هتعمل فليكشن للني، عند الثاي هتعمل اكستنشن عند الهيب جوينت يعني، تمام. يعني هي عضلات في الباك، فلما هتشد هتروح سحبه الثاي لورا، سحبه الثاي لورا ده اكستنشن للثاي او اكستنشن للهيب جوينت. لكن على مستوى النيو جوينت راح هتمسك في الفيبولا من اللاترال سايد وهي جايه من ورا، اذا لما هتشد عليها هتعمل ايه في النيو جوينت؟ فليكشن اوف ذا نيو جوينت. من ضمن الريليشنز المهمه بتاعتها ان هي مغطيه السياتيك نيرف وهو نازل من الميديال جلوتير ريجون، تمام. طيب الصوره دي فيها ايه؟ بص بقى هنا كده، ادي الفيبولا وادي هنا جايب لك البايسبس والسيمي تندينوزس في الكومن اوريجين بتاعهم هما مع بعض. وعمل ايه في الصوره دي؟ زق بصباعه البايسبس، بص هنا كاني زقيت البايسبس لجوه شويه علشان تبان لي الشورت هيد بتاعتها. هنا بقى في الصوره دي الشورت هيد جاينا اهي، حته من اللاترال ليب اوف ذا لينيا ازبرا واللاترال سوبرا كوندايلر ريدج. لكن لما تاخد البوزيشن الطبيعي بتاعها الشورت هيد ما تبقاش باينه، تقوم رايحه جايه مغطيه شورت هيد وتظهر زميلتها اللي لازقه فيها اللي هي سيمي تندينوزس. شكرا لسائل، في رسائل كثيرة. في
الصورة مش ظاهرة عندكم كده يا جماعة؟ محمد أشرف ممكن تقول لي هل صورة البايسبس الجديدة ظاهرة؟ زهرة اللي هي فيها الاثنين البايسبس في صورة والشورت هيد في الصورة اللي جنبها ظاهرة؟ اللي هي الباك فيو والسايد فيو. ايوه الشيرنج سكرين شيرنج شغاله. انا قصدي ان الصوره مش معلقه، ان عندي الفيو دلوقتي باك فيو سايد فيو دي ظاهره عندكم. ايوه تمام تمام كده مظبوط. عشان حد علق بس ان الصوره معلقه ولا لا، هي مش معلقه، احنا بنشرح بس يا جماعه. ادي اللونج هيد ماشي، وانا زقيت اللونج هيد في الصوره بتاعت السايد فيو، او لفيت الصوره شويه علشان اجيب لك مين في الصوره الشورت هيد اوف بايسبس. لكن لما تيجي تبص كده صوره مجمله من الباك مباشره ما تبانلكش الشورت هيد، مستخبيه تحت اللونج هيد. طيب مين العضله بقى الثانيه دي اللي طلع هنا كومن اوريجين مع البايسبس؟ السيميتندينوزس. طلع منين؟ هتقول لي مع اللونج هيد اوف بايسبس من اللور ميديال اريا اوف ذا ابر كوادرانجولار اريا اوف ذا اسكيوتيو بروست. الانسرشن ده تبع الاس جي اس، ثالث واحده في الاس جي اس، ثالث واحده في الاس جي اس اللي هي السارتوريس والجراسيلس. سارتوريس من الفرونت، جراسيلس من الميديال اسبكت، سيميتندينوزس من البوستيرور اسبكت. شفت فكره ان هي جايروبس ازاي؟ ان عضله من كل ناحيه ورايحين يعملوا انسرشن في مكان واحد، الابر بار اوف ذا ميديال سيرفيس اوف ذا هيد اوف ذا تيبيا، علشان تبقى الاس جي اس كملت في الميديال سيرفيس. تمام كده؟ جميل. يبقى انا كده عندي ايه يا جماعه؟ السيميتندينوزس طلعت هنا في كومن اوريجن مع البايسبس، وراحت تمسك في التيبيا في اخر حته في الاس جي اس في الميديال سيرفيس اوف ذا تيبيا. يبقى كده الميديال سيرفيس اوف ذا تيبيا بتاع الابر اند اوف ذا تيبيا خلص. خلص بالسارتوريس من قدام، جارسيلس في النص، سيميتندينوزس في الباك. بس كده خلاص، كده مفيش مكان في الميديال سيرفيس. العضله اللي هتيجي بعد كده هتلاقي المكان ده اتقفل، هتضطر تلف لورا شويه، اللي هي السيمي ميمبرينوزس. خلاص كده؟ طيب جميل. راحت عملت انسرشن في المكان ده، الاكشن بتاعها هيبقى ايه؟ كله اكستنشن للهيب وفليكشن للليج. تمام؟ بس دي راحت في الميديال اسبكت بتاع الليج، وكانت مع الاس جي اس. دول كانوا بيعملوا مع الفليكشن بتاع الني ايه كمان؟ ميديال روتيشن. الثلاث عضلات هتلاقيهم الاديشنال اكشن بتاعهم فليكشن وميديال روتيشن اوف ذا ني. بص كده في السارتوريس هتلاقي فليكشن وميديال روتيشن، بص في الجراسيلس فليكشن وميديال روتيشن، جنب الابدكشن اللي هو الاكشن الرئيسي بتاعها هنا فليكشن وميديال روتيشن، جنب الاكشن الرئيسي برضه بتاع اللي هنا اللي هو اكستنشن اوف ذا هيبلوي. تمام؟ طيب وطالما هي في الاس جي اس لازم تضيف لي الجمله الثالثه، it belongs the group of gyrops muscles اللي هي بتعمل ستيدنج للبلفس على الايه؟ على الفيمر. يبقى سيمة الدينوزا سهلة جدا، جزء منها من قواعد الباك اللي هي تعمل اكستنشن للهيب جوينت، وجزء من انها من الجيروبس ماسل، يبقى هتعمل ستيرنج وفليكشن وميديا روتيشن للليج. خلاص كده يا جماعه؟ طيب جميل. نيرف سبلاي ان التيبيال بارت اوف ذا سياتيك نيرف. سياتيك نيرف هناخده دلوقتي ان شاء الله، بس هنخلص بقيه العضلات. نيجي للعضله الثالثه اللي بتقفل لي بقى الباك، وهي السيمي ممبرينوزس. خد بالك ان السيمي تندينوزس والسيمي ممبرينوزس نايمين على بعض، يعني هتلاقيهم طبقتين فوق بعض، يعني مش دي جنب دي، اهي ادي السيمي تندينوزس. احنا قلناها سيمي تندينوزس ليه؟ علشان بتبقى قلبة تندو من بدري شويه، واللي بعدها سيمي ممبرينوزس علشان مبططه، مبططه كانها ممبرين. تمام يا جماعه؟ نحاول نجيب كل صوره لوحدها الطف. اهي ادي السيمي تندينوزس الكومن اوريجن بتاعي، الانسرشن بتاعها في الميديال سيرفيس بتاع الابر اند اوف ذا تيبيا. وراحه فين؟ جايه الاوريجن بتاعها منين؟ جايه من الكومن اوريجن مع البايسبس من الابر كوادرانجولار اريا
واخده فيها الميديال اريا. طيب تيجي بقى للسيم ممبرينوزس، دي وايد ممبرين عشان كده اسمها ممبرين، يعني كانها ممبرين واخده من الابر لاترال اريا اوف ذا كوادرانجولار اريا. ارجع للصوره تاني اهي، ادي الكوادرانجولار اريا، انت خدت لي اللور ميديال، فاضل الابر لاترال. الابر لاترال دي بقى بتاعت السيمي ممبرينوزس، انما اللور ميديال كانت مين؟ اللونج هيد اوف بايسبس مع السيمي تندينوزس مع بعض. يبقى انت الابر لاترال اتقفلت معاك، واللور ميديال خدت منها جزء بس في الاسكيال بارت بتاع الادكتور ماجنس، بقيتها هنكمله المرات اللي جايه ان شاء الله. يبقى كده انت تقريبا قفلت الاسكيال فيبروزيتي النهارده. جميل. راحت تعمل انسيرشن فين السيمي ممبرينوزس؟ هي ماشيه مع زميلتها سيمي تندينوزس، ما هي سيمي تندينوزس دي اصلا نايمه عليها. بس لقيت سيمي تندينوزس خدت اخر حته في الميديال سيرفس. مش احنا لسه قايلين الكلام ده دلوقتي؟ تقوم هي تعمل ايه؟ ما تلاقيش في مكان في الميديال سيرفس. تقوم زقه نفسها بوستيريورلي شويه. تلاقي في جروف موجود في الباك اوف ذا ابر اند اوف ذا تيبيا. تمام كده؟ وتعمل انسيرشن فيه. يبقى الانسيرشن جروف ان ذا باك اوف ذا ميديال كوندايل اوف ذا تيبيا. بس كده؟ لا، وتعمل انسيرشن في الكبسول بتاع الني جوينت كمان عن طريق الاوبليك بوبليتيال ليجامنت اكستنشن كده اهو، اوبليك بوبليتيال ليجامنت علشان يعمل سبورت للكبسول بتاع الني جوينت. يعني بعد ما مسكت هنا تبعت حاجه ليجامنت كده اسمه اوبليك بوبليتيال ليجامنت يمسك في الكبسول من ورا يعمل سبورت للكبسول. تمام؟ وتروح تعمل اكستنشن كمان يمسك في السوليال لاين اهو، ده كانه ممبرين كده رايح يمسك في السوليال لاين كمان، او الفاشيه، الفاشيه والسوليال لاين بتاعه الموبيليتي فوس. تمام كده؟ يبقى دي اكستنشنز من الانسرشن. يعني الانسرشن بدايه كان هنا مسكت في الايه، في الجروف، وبعد كده عملت اكستنشن راح يمسك في الباك بتاع الكبسول، واكستنشن لتحت راح يمسك في السوليال لاين. فكرتني بمين؟ عضله في الابر ليم. ابسط لك الموضوع في الفليكسور جروب لو حد يقدر يرد عليا. بعد ما مسكت في عظم بعت اكستنشن تاني. مين اللي عمل كده في الفور ار؟ ايوه، عايز اشوف ايه ده اجابات. البايسبس صح برضو، ده في الارم عملت انسيرشن في الراديال تيوبروزيتي، وبعد كده عملت البايسيبتال ابونيوروزيس في الفاشيه بتاع الميديال اسبكت اوف ذا فور ارم. صح. طب حد يجيب لي حاجه كمان في عضلات الفور ارم اللي راحت مسكت في الهان. يلا نشغل مخنا بقى كده شويه ونرجع نفتكر. ايوه ايوه ماشي، البلمارس لونجس بعد ما مسكت في الفلكسور ريتيناكولم عملت البلمر ابونيوروزيس. ممتاز يا يوسف، انا كل ده مستني الاجابه دي. فليكسور كارباي النارس، فليكسور كارباي النارس بعد ما راحت مسكت في البيزي فور قامت راحة بعت اثنين اكستنشن، الواحد للهاميت وواحد للبيز بتاع نفس ميتاكاربال بور. صح الكلام؟ مظبوط كده. يعني بعد ما مسكت في العظمه بعتت اثنين اكستنشن، مش اكستنشن واحد كمان، عشان كده بقول لك هي شبه دي اكتر، لان ما بعتت البايسبس بعتت اكستنشن واحد اللي هو البايسبس الابونيوروزس، انما الكارباي النارس بعتت اثنين اكستنشن. مين اللي مش في الكتاب عندكم الفليكسور كارباي النارس مش شرح ده؟ ولا السيمي ممبرينوزس؟ لا، السيمي ممبرينوزس كاتب. الكارباي النارس بارت ممكن يكون اختصرها. هبص على الكتاب بتاعكم، لان انا وانا بشرح الابر ما كانش معايا الكتاب بتاعكم صراحه، كنت بشرح لكم من البرزنتيشن على طول، لكن هتشيك عليها النهارده. بس هي من الحاجات المتشابهات اللي كانوا بيحبوا. انا دايما كنت بركز على حاجاتي في الشرح ليه؟ ايام الامتحان الشفوي كان يحب يعرف مين اللي مذاكر قوي وبيربط الحاجات ببعضها، يقول لك طب العضله دي في الابر ايه اللي شبهها في اللور، طب العضله دي نفس الحكايه كده. ازاي الحاجات المتشابهات دي كانت اسئله شفوي اكتر للطالب اللي هو بيركز في المذاكره بتاعته شويه. عموما السيمي ممبرينوزس خدت نيرف سبلاي زي الباقي
doesn't exist. معلش بقى اكتبوها بقى يا جماعه جنبها للمعلومات بتاعتك، ماشي مش ازمه يعني ان هي مش مكتوبه، ما فيش مشكله. خلاص النيرف سبلاي التيبيال بارت بتاع السياتيك نيرف اللي احنا ان شاء الله خلاص داخلين على ان احنا نبدا السكرال بليكسس اهوت ونشرحها. الاكشن بتاعها ايه؟ عضلات من الباك، يبقى هتعمل ايه على الفاي؟ هتعمل فاي، رجع الصور معلش، اكستنشن، وعلى مستوى الني فريكشن. وطالما هي ورا السيمي تندينوزس اللي عملت ميديا روتيشن يبقى هتعمل فليكشن مع ميديا روتيشن. يبقى السيمي تندينوزس والسيمي تندينوزس يعملوا فليكشن مع ميديا روتيشن. انما البايسبس فليكشن، بص خد بالك من النقطه دي عشان الام سي كيو رجاء. كل الثلاث عضلات بيعملوا اكستنشن للهيب جوينت مفيش خلاف. كل الثلاث عضلات بيعملوا فليكشن للني جوينت مفيش خلاف. لكن السيمي تندينوزس والسيمي مندرينوزس عملوا الميديال روتيشن في الميديال اسبكت. انما البايسبس راحت مسكت في فين؟ مسكت في الفيبولا، يبقى هتعمل ايه؟ لاترال روتيشن. تيجي عند اللاترال روتيشن بتاع البايسبس وتعلم عليها علشان دي بتيجي ام اس كيو. الصوره حاضر. احنا هنا الصوره لغايه دلوقتي ما ضفناش حاجه، احنا دلوقتي دي في السيمي ممبرينوزس في الباك، وقلنا الاكستنشن بتاعها الاوبليك ليجامنت اللي بيمسك في الكبسول وتعمل اكستنشن لتحت في السوليال لاين. ما جبناش اي حاجه جديده لسه في صور جديده، ما اتكلمناش في حاجه جديده. الايقونه الجديده بقى او الصوره الجديده بالنسبه لي المعلومه ده، هي مش موجوده عندك في الكتاب بس انا عايزك تعرفها وتجربها على نفسك. ايه هي؟ ان الاكشن بتاع الهامسترنج ماسل ما تقدرش تعمل الاثنين ماكسيمم لي ات ذا سيم تايم، يعني عمرك ما تقدر تعمل ماكسيمم فليكشن للني وفي نفس الوقت تقدر تعمل ماكسيمم اكستنشن للهيب. طب وانت واقف كده مع نفسك جربها، جرب تقف كده وبعد كده تعمل ماكسيمم فليكشن للني، وانت عامل ماكسيمم فليكشن للني حاول تعمل كده ماكسيمم اكستنشن للهيب، مش هتقدر. طب وانت عامل اكستنشن للهيب افرض ان كده تاني، تقدر تزود الاكستنشن بتاع الهيب، والعكس كذلك. ان الاثنين مع بعض صعب جدا ان هو يحصل ماكسيمم فليكشن للني مع ماكسيمم اكستنشن للهيب جوينت. تمام كده يا جماعه؟ زي بعض الحاجات برضو اللي فيها تكات كويسه في الـ في الـ في الهاند، حاجات الناس اللي يعني تلمسها كده ما تقدرش تفتحها. تعال جرب تعمل الفيست اللي هي قبضه الهاند، ماشي؟ اعمل قبضه الهاند كده كويس، تمام؟ وانت بتعمل قبضه الهاند بتلاقي نفسك تلقائي علشان الفيست تبقى كويسه انت بتعمل ايه؟ شويه اكستنشن للريست، يعني انت بتعمل فليكشن للصوابع في الفالنجيس والميتاكاربو فالنجيه علشان القبضه بتاعتك تبقى كويسه، بتحتاج شويه اكستنشن للريست. طيب اعمل فليكشن كده للريست وحاول تعمل القبضه كامله، حاول تعمل القبضه بتاعت الهاند بتاعتك كده كامله، هتلاقيها مش حلوه قوي. طب ريح دراعك كده، ريح الريست كده واعمل اكستنشن، تلاقي القبضه بتاعتك بقت ايه؟ بقت احسن. تمام؟ يقول لك علشان تعمل الاوبتيمم فيست، قبضه الهاند الكويسه، الافضل ان انت تعمل شويه اكستنشن للريست جوينت. في جمله عندكم حد من زمايلكم بعتها لي سؤال على الواتس، بيقول لي ان الكتاب كاتب، انا لسه هجيب كتاب الابر واتاكد من الحاجات دي، ان الاكستنسورز ليه الاكستنسورز، هو السؤال جه لوحده صراحه يعني قبل ما اخش في السكرال بليكسس، ليه الاكستنسورز اثنين، اكستنسور كهربائي راديال سترونجس وبريفس، رغم ان الفليكسورز واحده؟ فقال له لان الاكستنسورز انتي جرافيتي والفليكسورز مع الجرافيتي. والطالب مش متخيل، طب ما انا في الاناتوميكال بوزيشن الفليكسورز هي اللي المفروض انتي جرافيتي والاكستنسورز هي اللي ايه؟ هي اللي مع الجرافيتي. صح الكلام ده؟ الكلمه دي مكتوبه عندكم فعلا في الكتاب او حد قراها؟ يا ريت لو حد يقول لي المعلومه دي مكتوبه عندكم في الابر ولا لا.
هو مربع كده بعته لي اسالني على النقطه دي. فقلت له هو يقصد بالنقطه دي في الاكستنسورز اند جرافيتي اثناء الفانكشن اوف ذا هاند، ايه الوضع بتاع الهاند اللي بتبقى الهاند فيه فانكشننج الرايتنج بوزيشن. انت عارف لما الهاند يحصل فيها كسر او حاجه بتتجبس في الرايتنج بوزيشن اللي هو البوزيشن بتاع الفانكشن اوف ذا هاند الاستخدام، وانت في الرايتنج بوزيشن الاكستنسورز او انت بتستخدم حاجه وتجيبها من على الارض او بتجيب حاجه وكل معظم الفانكشن اوف ذا هاند الاكستنسورز فيها بتبقى انتي جرافيتي ولا ويز جرافيتي؟ حد يرد عليا؟ انتي جرافيتي مظبوط، لكن مش في الاناتوميكال بوزيشن. في الاناتوميكال بوزيشن ده وصف انت بتشرح اناتومي، لكن تعالى في الفانكشن والاستخدام الاكستنسورز دايما هي باصه لفوق وانت بتستخدم الهاند بتاعتك. فلو المعلومه دي مكتوبه، بعضكم كان شايف انها كانت مكتوبه غلط ان الاكستنسورز انتي جرافيتي غلط، لا الاكستنسورز انتي جرافيتي اثناء الاستخدام. تمام؟ ديورنج برونيشن مظبوط، ايوه ساعه البرونيشن انت معظم استخدامك للهاند في البرونيشن، وبناء عليه وضع البرونيشن ده بيبقى الاكستنسورز فيه انتي جرافيتي، ويبقى الكلمه اللي مكتوبه في الكتاب عندكم دي صح. انا هشوفها مكتوبه فيما اصورها وابعتها لكم، بس هي حد من زمايلكم بعتها لي على الواتس وبيسالني هي صح ولا غلط، وحد من المعيدين بعت لي برضه يقول لي انا اتسالت السؤال ده ومش قادر ارد عليه. ده يا جماعه علشان البوزيشن بتاع الفانكشن مش في الاناتوميكال بوزيشن. So you have double nerve supply for two different muscles. حته لا الحته اللي انت بتسالها دي يا عمر هقولها لكم برضه. ليه عندك دبل نيرف سبلاي للاكستنسور كاربيرا ديالس لونجس وبريفس؟ علشان الحته اللي انا قلتها لك في الريديال نيرف انجري، لو حصل البوستيريور انتر اوسيس نيرف انجري كل الاكستنسورز هتتضرب، مش بس الاكستنسور كارباي بريفس رادياليس بريفس، وبقاها بقى الاكستنسور ديجيتورام والاكستنسور انديسس والديجيتي مينيمي، كل الاكستنسورز هتتضرب ما عدا عضله واحده سبحان الله هتبقى بريزيرفد، وهتقدر تمنتين الاكستنشن بتاع الريست كله وهي الاكستنسور كارباي رادياليس لونجس. تمام؟ علشان كده حته الدبل نيرف سبلاي ليه اكسسور كارباري ديالس لونجس واخده من الريديال نيرف، والاكسسور كارباري ديالس بريفس مع بقيه الاكسنسورز كلهم واخدين من البوستيريور انتر اوسيس. الدبل نيرف سبلاي ده علشان يمنتين في حاله ان لو البوستيريور انتر اوسيس حصل فيه انجري يبقى في مينتنس للاكستنشن بتاع الايه؟ الريست. خلاص؟ الرايتنج از ان ميد برون بوزيشن، لا الرايتنج مش في الميد برون بوزيشن، الرايتنج في البرونيشن بوزيشن، يبقى في الهاند برونيتد او الفور ارم برونيتد والريست سلايتلي اكستندد والميتاكاربو فالنجيال جوينت فليكسد والانتر فالنجيال جوينت اكستندد، ده الرايتنج بوزيشن. عكسه بقى لما يحصل النا نيرف انجري الكلو هاند. خلاص كده؟ طيب نرجع لمحاضرتنا ولا لسه حد هيسال حاجه؟ عشان نكمل بقى السيكرت بليكسس. هو سؤال جاب ذهني كده لحد بعته لي على الواتس وقلت ارد عليه بالمره طالما برضه المعلومه حته ان انت ما تقدرش تعمل الماكسيمم، هي مش موجوده عندك في الكتاب اعرفها بس للعلم، ما تقدرش تعمل ماكسيمم فليكشن للني وفي نفس الوقت تقدر تعمل ماكسيمم اكستنشن الهيب جوينت، زي برضه ما تقدرش تعمل في الفيست بوزيشن ماكسيمم فليكشن لكل الجوينت بتاعت الريست والميتاكاربو فالنجيل والانتر فالنجيل. لازم يحصل عشان الفيست تبقى كويسه جدا اللي هي القبضه شويه اكستنشن في الريست جوينت. دي حاجات كلها ميكانكس كانوا بيحبوا يستغلوها في شرح الايه؟ الشفوي شويه في اسئله الشفوي شويه، لكن الحمد لله انتوا بقاش في اسئله شفوي فهي مش هتتعبكم قوي. ده صوره لجثه حقيقيه ودي صوره لرسمه بتبين لي العضلات بتاعه الايه؟ ادي البايسبس فيمورس في الشورت هيد واللونج هيد، وادي السيمي تندونوزس نايمه على السيمي ممبرينوزس. في اي اسئله ثانيه قبل ما
Sartorius muscle description. ثواني عشان الحاجات في حاجات بتفوتني من الأسئلة بتاعتكم. حد سأل حاجة على السارتوريوس؟ التايلور ريج، بصوا يا جماعة، التايلور ريج ده اللي هو الأكشن بتاع السارتوريوس، سواء قاعد مربع أو قاعد رجل على رجل، يعني مش لازم إيه تكون قاعد مربع. الناس اللي هم اللي بيخ الخياط التايلور ريج بيحط رجله إزاي؟ بص بقى اللي على مستوى الهيب جوينت، جرب كده وانت قاعد تحط رجل على رجل، او كان بيحط رجل على رجله وبعد كده يحط الهدوم عليها ويبدا كده ايه يخيط. فهو حاطط رجل على رجل، عامل ايه؟ عامل ايه على مستوى الهيب جوينت؟ عملت ايه في الهيب؟ هجيبها لكم كده من البدايه، احاول اشوف لك صوره ليها للتايلور بوزيشن، وبعد كده نخش على طول للسيكرال بليكسس ان شاء الله. او كان زمان الكتب بتاع زمان كانوا عاملين لكم صوره فيها. على مستوى الهيب انت عملت اول حاجه فليكشن وابدكشن ولاترال روتيشن، ده للطاي. وجيت في الني عملت ايه؟ فليكشن وميديال روتيشن للليج نفسها اللي على مستوى الني جوينت. طب ازاي ده؟ اهي هنحاول، كان في صوره حسام كان مصورها، اتمنى ان انا اقدر اقولها لكم. البرزنتيشنز اللي عندي كتيره جدا، ف طيب علشان ما تاخدش مننا وقت، انت وانت قاعد دلوقتي كده حط وضع رجل على رجل، وانت حاطط رجل على رجل ايه اللي هيحصل على مستوى الهيب؟ فليكشن ابدكشن لاترال روتيشن، ده للهيب. طب وعلى مستوى الني؟ فليكشن وميديال روتيشن. هو كان الخياط بيعمل ايه؟ بيعمل الوضع ده ويحط الحاجه ويقعد ساند بقى على رجله اللي فوق ويخيط، تمام كده؟ او يقعد مربع، نفس الفكره وانت قاعد مربع برضو شويه، نفس الوضع هو يعني في الحالتين بيبقى الوضع هو. خلاص نبدا بقى في الايه، في السكرال بليكسس. طيب السكرال بليكسس احنا خدنا من شويه اللمبر بليكسس، كنا وقفنا فين في اللمبر بليكسس؟ اخر حاجه ايه؟ لسه قايلينها من شويه صغيرين، خدت ال1 وال2 وال3 والابر بارت بتاع الانتيريور بتاع ال4، وقلنا اللور بارت بتاع ال4 هيعمل ايه؟ هيدخل في السكرال بليكسس، تمام كده؟ عشان كده كنا بنقول على ال4 ده نير، هو وكمان اس 4 هنتكلم عليه كمان شويه، نيرفس فوركاليس. فوركاليس ده ايه؟ نيرف عامل الروت بتاعه مشارك في البليكسس اللي فوق واللي تحت، ده ال 4 وهينطبق عليها الاس 4 كمان شويه ان شاء الله، هيشارك في السكرال والكوكسيجيه. نيرفس فوركاليس بتيجي ام سي كيو، تمام؟ طب اللمبر السكرال بليكسس بدايتها هتبقى ايه؟ اللور بارت بتاع ال 4 هيتحد مع ال 5، والاثنين دول مع بعض هيعملوا لي حاجه اسمها اللامبو سيكرال ترانك. ال 4 و5 هيعملوا لي حاجه اسمها لامبو سيكرال ترانك اللي احنا هنشوفه مع الاوبتيوريتور ميديال للسوس ميجور، ده على الجسم. هشوف لك طبعا، هجيب لك صوره ليه دلوقتي واضحه، دي صوره بس المخرج بتاعه، مش على مش بتوين الماسلز، هنجيب لك الصوره ان بتوين الماسلز زي ما عملنا في اللامبر بليكسس بالظبط. طب جميل، وبعد كده الفنترال ريماي اهي بتاعت اس 1 و2 و3، الفنترال ريماي بتاعت اس 1 و2 وايه و3، خلاص كده. طيب يبقى المكونات السكرال بليكسس ايه؟
بقايا او الجزء السفلي من ال 4 تمام كده، والفنترال ريماي بتاع ال 5 كله، والفنترال ريماي كمان بتاعت الابر 3 سيكرال بلكسس. طب وبالنسبه للاس 4 يعمل اللي عمله ال 4 بالظبط، عمل ايه ال 4؟ اداني حته الابر بارت منه شارك في الايه؟ في اللامبر بلكس، واللور بارت شارك في السكرال بلكسس. اس 4 تعمل نفس الحكايه، الفنتر الرماي ينقسم الى ابر بارت ولور بارت. الابر بارت هيشارك برضه في الايه؟ في السكرال بلكسس، واللور بارت يشارك في الكوكسيجيال بلكسس. اخر حاجه الكوكسيجيال بلكسس هناخدها ان شاء الله في البلفس مش معانا في اللور. تمام؟ جميل. يبقى كده الان بي اللي جايبها لك في الكتاب صفحه 97 دي مهمه قوي، ان الابر بارت بتاع الفنتر الريمس بتاع ال 4 شارك في اللامبر بلكسس، واللور بارت بتاعه شارك في السكرال بلكسس. طيب واللور بارت بتاع الفنتر ريمس اس 4 شارك في الكوكسيجيال بلكسس، يبقى كده ال 4 واس 4 ينطبق عليهم مصطلح نيرفس فوركاليس. فوركاليس عامل الشوكه كده، عامل لي ايه؟ شارك فوق وتحت. هو الشوكه لها ايد وبعد كده تفرعت منها ايه؟ افرع. تقول لي ان الفوقاني شارك في بلكسس في فوق واللي تحتاني شارك في بلكسس تحت. تمام كده؟ نيجي بقى الحاجات دي بتغادر السكرال بلكسس، بتغادر الجسم ازاي؟ بس حياتك خليه دلوقتي. ده هنشرحه بشرح كامل. هنشرح كامل ان شاء الله السياتيك نيرف في المحاضره الجايه او النهارده لو بقى في يعني عندكم نفس ان احنا نكمله للاخر، بس مش هنروح للسكرال السياتيك نيرف الا لما نقول السكرال بلكسس ادتني برانشات ايه. زي ما قلنا في المحاضره اللي فاتت اللامبر بلكسس ادتني برانشات ايه؟ حد فاكر معايا من غير رسمه؟ حاول تتذكر مع نفسك كده من المحاضره اللي فاتت كان بيديني ايه؟ اليوهايبوجاستريك فوق ال1، اليو انجوينال ال1 صح كده، والجينيتو فيمورال اللي كان جاي من ال2 اللي انقسم الى جينيتال برانش للكريماستريك ماسل، والفيمورال برانش اللي نزل في الفيمورال تراينجل، وبعد كده الانتيرور ديفيجن اداني الفيمورال الدورسال ديفيجن الفيمورال بتاع ال2 و3 و4، والفنترال ادتني الاوبتيوريتور وال2 و3 بس في الدورسال، اداني لاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا فاي. دي كان اسمها الايه؟ البرانشات بتاعت الايه؟ اللامبر بلكسس لما يجي يسالك عليها كلها. طيب بالنسبه للسكرال بلكسس اديتني برانشات ايه؟ صراحه الجدول اللي عامله لكم في الكتاب يعني فوق الممتاز، هو مش جايب تفاصيل، شويه التفاصيل انا هجيبهم لك من على الصوره من هنا، لكن التقسيمه بتاعت الكتاب بصراحه كانت جميله. في البرانشات السكرال بلكسس طالعه طبعا من قدام الايه؟ من قدام السكرم، عشان كده سميناها سكرال بلكسس، ومعظمها جاي من الاس، يعني احنا واخدين من ال 5 وحته صغيره من ال 4 والباقي جاي من الايه؟ من السكرم. ادى البرانشات عباره عن ايه؟ اقسمها لك الى اثنين بلفيك نيرفز رايحين للبلفس، خلاص؟ اللي هو البلفيك سبلانيك نيرف وده برا سمباثيك، والنيرف تو باي ريفورمس للعضله اللي طالعه من المنطقه دي اللي اسمها الباي ريفورمس، يبقى دول في البلفس. طب جميل. واثنين للجلوتيه، اثنين جلوتيال اللي هم ايه؟ السوبيريور جلوتيال اللي هو ده والانفيريور جلوتيال. هو ما قالكش كل واحد فيهم بيدي ايه، انا هجيبها لك هنا في الصوره، بس انا اللي يهمني الاختصار، مش عايز عليك كلام كتير، انك تحفظ لي الجدول ده. بعد ما تقول لي هي بتتكون ازاي رص لي الجدول ده وخلاص كده، كفايه عليك في السكرال بلكسس خدت الدرجه ان شاء الله، الباقي كله سيبك منه خلاص. طيب الجلوتيال دول الاثنين بيغذوا ايه؟ علشان هيتقال الكلام ده في العضلات، فاحنا هنقوله دلوقتي او نعرفه لما نيجي ناخد العضلات في الجلوتيال ريجون المره الجايه ان شاء الله. اول حاجه السوبيريور جلوتيال نيرف هيديني ايه؟ تنسور فاشيالات
جلوتياس ميدياس ومينيمس مش ماكسيمس ماشي. امال الانفيريور جلوتيال نيرف ده ايه؟ هو الماكسيمس خلاص كده. يبقى اثنين جلوتيال نيرف لو جيت تبص على واخدين برانشات منين هتلاقي الاربعه الخمسه السواحي اهو ادي اللون الاحمر اهو، وكذلك ده برضو الاربعه الخمسه او الانفيريور جلوتيال الخمسه معلش واس واحد واس اثنين اهو تمام. بنسى الروت فاليو يا دكتور، مش مشكله في دول الروت فاليو مش هيحاسبك عليهم لان حفظهم صعب شويه، عرفت تجيبهم من الصوره ماشي، ما عرفتش مش ازمه الروت فاليو قوي الا في اثنين مهمين جدا التيرمينال برانشز اللي في الاخر السياتيكال بيودندل زي مين برضه هناك في اللمبر بلكسس قلت لك لو لازم تحفظهم الفيمورال والاوبتيوريتور تمام، والباقي خلاص عرفنا ما عرفناش كفايه اسمهم متفقين تمام. يبقى انا هنا كده عندي كام لغايه دلوقتي؟ اثنين في البلفس، واحد لعضله البيريفورمس اثنين. طب واثنين جلوتيال سوبيريور جلوتيال وانفيريور جلوتيال. طب واللي بعدهم؟ اثنين ماسكولار، واحد نيرف تو كوادريتس وواحد نيرف تو اوبتيوريتور انترنس اهو. ادي النيرف تو كوادريتس ده الغامق شويه ده، وادي النيرف تو اوبتيوريتور انترنس ماشي جميل. بعد كده اثنين كوتينيوس برانشز، اثنين كوتينيوس برانشز. ايه هما الاثنين كوتينيوس برانشز؟ قال لك واحد اسمه، وده هنحفظهم عشان هناخدهم في تجميعة الكوتينيوس اللي في الاخر، بوستيريور كوتينيوس نيرف اوف ذا ساي. ادي اخر حاجه كملت لي الساي، نيرف كوتينيوس هيطلع من الاس 1 و2 و3 وهيروح يغذي لي الباك اوف ذا ساي، وبيرفروتنج كوتينيوس هيغذي لي حته من الجلوتيال ريجون من فوق، هناخدها في الجلوتيال ريجون. يبقى ادي اثنين كوتينيوس. طب والترمينال برانشز بتوعي؟ السياتيك نيرف والبيودندال نيرف. ادي السياتيك بالتروتس بقى بتوعه، يعني السياتيك جايب لي جزء كومن بيرونيال وكومن تيبيال، والبيودندال لا البيودندال بقى ده قصه ثانيه هناخده في البلفس مش معانا في اللور ليم، هتعرفه كاسم بس، اسم ورود فاليو اس 2 و3 و4 عشان الام سي كيو تمام. والسياتيك بص في الصوره وانت تعرف واخد منين، الجزء الكومن بيرونيال بتاعه اللي هو الازرق واخد ال 4 و5 واس 1 و2. طب والجزء اللي هو التيبيال ادي الاصفر واخد جزء من ال 4 ال 5 اس 1 اس 2 اس 3، يعني السياتيك واخد من كله والكومن بيرونيال واخد من كله ما عدا الاس 3. طب لما اقول السياتيك الاثنين مع بعض يبقى واخد من مين؟ من ال 4 و5 واس 1 واس 2 واس 3، بيطلع باثنين رود فاليو كده، واحد كومن برونيل واحد تيبيال يتحد مع بعض يبقى اسمه سياتيك، ويرجع ينقسم تاني في الثاي، ينقسم تاني في الثاي في البوبليتيه الفصه لكومن تيبيال او تيبيال وكومن برونيل خلاص كده. طيب يبقى انا كده برانشات السكرال بليكسس تاني يا جماعه ايه؟ مكوناتها الجزء من ال 4 مع ال 5 واس 1 و2 و3، وحته برضو من مين؟ من اس 4 تشارك معايا فيها. برانشات موجوده فين؟ قدام السكرم والبيريفورمس. هنا في منطقه السكرم والبيريفورمس معظم السكرم بلكسس بتبقى طالعه. خلاص؟ ادي ال 5 تنتهي ال 5 تظهر معايا السكرم هنا. تكون بدات كل السكرم بلكسس تتكون فوق السكرم. موستلي فوق السكرم لان يعني واحد كل طالع فوق السكرم بشويه ماشي، بس برضه نزل قدام السكرم. يعني حتى رغم ان منشأه فوق السكرم انما وهو نازل وبيتحرك بقى ان فرونت اوف ذا ايل اوف ذا سكرم. حلو الكلام؟ جميل. البرانشز قسمها لي الى اثنين بلفيك برانشز رايحين واحد للبريفورمس نفسها وواحد باراسمباثيك للبلفيك سلانيك نيرف. اثنين جلوتيال سوبيريور جلوتيال وانفيريور جلوتيال. بيغذوا ايه؟ خليها لما ناخد الجلوتيال ريجون هنعيدها تاني. اثنين كوتينيوس بيرفروتنج كوتينيوس وبوستيريور كوتينيوس نيرف اوف ذا ساي، وسعيد جدا ان انا سمعت بوستيريور كوتينيوس نيرف اوف ذا ساي دلوقتي عشان يبقى الساي كده ايه؟ اتقفلت معايا كوتينيوس انرفيشن، وهنجمعها كمان شويه في الاخر
هسألكوا تقولوا لي الصاي بقى كلها، وهرجع اعيد الكلام ده تاني في الكوتينس انرفيشن في الاخر. طب وايه كمان؟ اثنين ماسكولار لمين؟ اهو نيرف تو كوادريتا انترنس ونيرف تو كوادريتا سيمبلس. تمام كده؟ خد بالك الاوبتريتا انترنس وهي ماشيه يبقى نايم عليها السوبيريور جيميلس والانفيريور جيميلس، بياخدوا من نفس الايه؟ كل واحد بياخد من اللي جنبه. هنقولها المره الجايه. طيب وعندنا ايه كمان؟ التيرمينال برانشز، البيودندل اللي مش عندي السنه دي خالص لانه دخل على البلفس على طول بعد ما اتكون، والسياتيك اللي عندي وهاخده بالتفصيل ان شاء الله المحاضره الجايه او النهارده. هشوف احنا هو مش في توزيعه محاضره النهارده، بس عشان المحاضره المره الجايه طويله لو فيكم نفس هنقول السياتيك النهارده. بدايته ايه؟ باثنين روتس، كومان بيرونيال اللي هو الازرق والاصفر اللي هو السياتيك. طالعين منين؟ 1 ال 4 و5 واس 1 و2 اللي هو كومان بيرونيال، والسياتيك ال 4 و5 واس 1 واس 2 واس 3. لما يبقوا مع بعض نيرف واحد هيبقى الروت فاليو ايه؟ كله ال 4 ال 5 اس 1 اس 2 اس 3. ده احفظ الروت فاليو بتاعه اجباري. لازم احفظ السياتيك روت فاليو اجباري. بقيه الحاجات لا مش لازم. مش لازم احفظ اسمها وخلاص. خلاص كده؟ ده الكلام اللي انا بقوله لك ده اكيد ما تقلقش. الروت فاليو بتاع الحاجات المهمه. الفيمورال، الاوبتيوريتور، السياتيك، البيودندر. حلو الكلام؟ يبقى انت كده خلصت الايه؟ السيكرال بليكسس. طب قلناها دلوقتي ليه؟ علشان حضرتك لسه دلوقتي كل ما كنا نقول النيرف سبلاي بتاع عضلات الهامسترنج ماسلز قلناه ايه؟ حد فاكر معايا؟ النيرف سبلاي بتاع البايسبس والسيمي تندونوزس والسيمي ممبرينوزس عضلات الهامسترنج ماسل. ايوه نشوف الاجابات. التيبيال بارت اوف سياتيك، الجزء الاصفر اللي احنا شفناه دلوقتي. عشان كده اضطرينا نقول دلوقتي الايه؟ السكرال بلكسس. صح الكلام. الافضل في الهامسترنج ماسل انك تقول التيبيال بارت اوف ذا سياتيك نيرف. تيبيال بارت اوف سياتيك نيرف. تمام. فيكو نفس نقول السياتيك نيرف ونخف شويه على المحاضره اللي جايه، ولا المحاضرتين ورا بعض كتير؟ هنشوف الاكتر. واحده نو وثلاثه يس. او يس 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 يعني معظم بيقول يس. ما نقولها المره دي ونريح ونخف على نفسنا المره الجايه يوم السبت. هي محاضره واحده يوم السبت من 2 ل 4 وفيها عضلات كتيره جدا. تمام. هو مش طويل السياتيك نيرف، يعني لو انت يعني قلقانين من الطول بتاعه انت كده كده خدت بدايته ونهايته. خلاص اهو خدت بدايته خلاص. ممكن الناس تبقى يعني المحاضرتين ورا بعض بالنسبه لهم عبء كبير. هو كده كده مش حاجه طويله. هنقولها في بدايه المحاضره اللي جايه مع الجوتير ريجو، مش هياخد مننا وقت ان شاء الله. هسيبكم تفكروا في حاجات كده تقولوها لي على الاجابه دلوقتي. الساي الروت فاليو بتاعه كله ال 4 5 اس 1 2 3، لان هو واخد من لان انت بتتكلم على السياتيك بالتو روت بتوعه التيبيال والكومن بيرونيال، فبيبقى واحد الا 4 و5 واس 1 و2 و3. انما لو جه اسالك سؤال وات از ذا روت فاليو اوف ذا تيبيال بارت كلهم، وات از ذا روت فاليو اوف ذا كومن بيرونيال بارت، ال 4 ال 5 اس 1 اس 2 فقط. ماشي؟ دي بقى حته فيها ايه؟ تكت ام سي كيو. تمام؟ الفاكيشن من 16/1 والله ما عارف صراحه، يعني انا قاعد الجدول اتغير مرتين. اللي انا عارفه ان احنا عندنا الاسبوع الجاي كله تقريبا كل يوم ما عدا يوم الثلاث، والاسبوع اللي بعده عندنا مش عارف سبت وحد واثنين ولا حد واثنين وثلاث، في يومين تكمله اللور ويوم هيبقى فيه محاضرتين ريفيجن، ودول انا هشيلهم في الريفيجن للنيرف انجري اعاده للنيرف انجري بتاع الابر واللور. واحده هخليها للابر وواحده هخليها لللور. بقى في وقت في اخر كل محاضره هراجع الكوتينيوس بتاع الاثنين برضو، هيبقى خير وبركه حسب برضو ايه الوقت اللي هيبقى معانا ان شاء الله. تمام. طيب قولوا لي بقى كده الكوتينيوس انرفيشن بتاع الفاي ايه الاسماء الحاجات اللي احنا خدناها النهارده من اول المحاضره الاولى لدلوقتي. يعني احنا كده خلصنا
الكوتينيوس بتاع الثاي. البوستيريور كوتينيوس نيرف اوف ذا ثاي خدناه من السكرال بلكسس دلوقتي، وده بيدي الباك. حلو جميل محمد ايمن. لاترال كوتينيوس نيرف ده جاي من الفيمورال. طيب هنقول الايه الصح وايه الغلط دلوقتي. الميديال كوتينيوس نيرف من الفيمورال صح، اللاترال كوتينيوس نيرف من اللامبر بلكسس الاثنين وثلاثه مظبوط، والاوبتيوريتور للابر بارت بتاع الميديال اسبكت، والانجوينال جزء من الميديال اسبكت. تمام. يبقى انت كان قصدك الميديال كوتينيوس نيرف اوف ذا ثاي اول واحد فيهم يا محمد يا ايمن، وده جاي من الفيمورال او الانترميديال كوتينيوس. ماشي ماشي هقولها لكم بقى بسرعه. الميديال اسبكت اوف ذا ثاي ثلاثه نيرفز، الاوبتيوريتور حته صغيره من فوق، الاليونجوينال برضه حته صغيره من فوق، وبقيه الميديال اسبكت الميديال كوتينيوس نيرف اوف ذا ثاي، وده برانش من الفيمورال. طب والفرونت؟ في حاجه اسمها الانترميديال كوتينيوس نيرف اوف ذا ثاي، ده كوتينيوس برانش من الفيمورال. طب واللاترال اسبكت؟ لاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا ثاي، وده خدناه في اللامبر بلكسس من L2 و3. تمام؟ طيب والبوستيريور كوتينيوس نيرف اوف ذا ثاي لسه واخدينه حالا دلوقتي في السكرال بلكسس. صح كده؟ يبقى كده ايه؟ احنا قفلنا الثاي كوتينيوس انرفيشن. لسه عندي حاجات في الجلوتيال ريجون هناخدها، خدنا منها واحد بس النهارده، افتكروا بس معايا للمره الجايه، اسمه البرفيروت البرفوريتنج كوتينيوس نيرف، ده هيتقال معايا في الجلوتيال ريجون. وبعد كده الليج خدنا منها حاجه واحده بس، اللي هي ايه؟ هي ايه اللي خدناه في الليج لغايه دلوقتي؟ واحد فقط. ردوا عليا. سافينس مظبوط، سافينس اوف ذا فيمورال نيرف بيغذي لي الميديال اسبكت اوف ذا ليج، والميديال اسبكت اوف ذا فوت كمان مع لغايه الميتا تارسو فالنجيال جوينت، لغايه الميتا تارسو فالنجيال جوينت. اللي عنده سؤال يسالني بقى كده يا جماعه. احنا كده خلصنا العضلات. ممكن بسرعه كده من غير ما نشوف صور خالص من ذهنك تراجع معايا العضلات. اول عضله البايسبس فيمورس لها لونج هيد وشورت هيد. لونج هيد من كومن اوريجين مع السيمت اندونوزس من اللاترال بارت بتاع الكوادرانجولار اريا اوف ذا اسكال تيبروسكي، وشورت هيد خدت حته من اللينيا ازبرا واللاترال سوبرا كوندرال ريدج، الاثنين يتحدوا مع بعض ويمسكوا في الايه؟ في الهيد بتاعت الفيبولا. مظبوط. هسالها هجاوب على حضرتك دلوقتي 54. طيب والسيمت اندونوزس خدت معاها من نفس الاوريجين وراحت مسكت في الميديال اسبكت بتاع الايه؟ الابر اند اوف ذا تيبيا اس جي اس. والسيمي ممبرونوزس خدت الحته الثانيه بقى من الكوادرانجل ايريا اللاترال بارت بتاعها، وراحت عملت انسرشن فين؟ لقت الميديال اسبكت خلص، عملت انسرشن في الباك جروف ان ذا باك اوف ذا ميديال كونفايل، وبعتت اثنين اكستنشن، واحد للفايبرس كبسول اللي هو اوبليك وبليتيال ليجامنت، وواحد للسبايرال لاين من تحت. تمام؟ كلهم بيعملوا فليكشن على مستوى الني، اكستنشن على مستوى الهيب. اثنين بيعملوا ميديال روتيشن اللي هم سيمتندونوزس وممبرونوزس، وواحده بتعمل لاترال روتيشن للني اللي هي البايسبس فيمورس. ماشي جميل. كلهم النيرف سبلاي تيبيال بارت بتاع السياتيك نيرف. ليه السارتوريوس اكستنسور السارتوريوس وهي بتعمل فليكشن؟ هي فليكشن واكستنشن دي على مستوى انهي جوينت؟ السارتوريوس بتعمل على مستوى الهيب يعني ليه متوزعه تبع الاكستنسورز؟ اصل هو العضلات بتاعت الفرونت احنا ما قلناش عليها اكستنسورز. بتعمل الاثنين، احنا قلنا الانتيريور جروب ما قلناش اكستنسورز. بتعمل هيب فليكشن وبتعمل نيه فليكشن. ما بتعملش اكستنشن. احنا ما سميناش الجروب اللي قدام اكستنسورز، احنا بسميناها الانتيريور كومبارتمنت بس. لكن هي مش متوزعه في الاكستنسور جروب، مش زي مثلا الفور ارم قلنا دي الفليكسور اسبكت والاكستنسور اسبكت، دول فليكسور جروب واكستنسور جروب. لا، احنا في الثاي قلنا انتيريور كومبارتمنت هو اللي هو مين اللي بيعمل اكستنسور تحت الاكستنسور. لا، هي مش التقسيمه الصح نقول انتيريور كومبارتمنت ونعمل ميديال كومبارتمنت
والبوستيريور كومبارتمنت. الاكستنسورز هي عضلات الباك. الناس اللي بتسال احنا خلصنا؟ خلصنا. احنا بنسال بالرد على اسئلتكم، بنجاوب بس الحاجات. التقسيمه الصح يا جماعه انتيريور كومبارتمنت، ميديال كومبارتمنت، بوستيريور كومبارتمنت، لان في تداخل في الاكشن بتاع العضلات. الميديال كومبارتمنت هو الوحيد اللي تقدر تقول عليه ابداكتور كومبارتمنت، ما فيهوش نقاش، والباك اكستنسور، لكن الفرونت فليك بنسميه الانتيريور كومبارتمنت اوف ذا ثاي، ما تديلوش مسمى اكستنسور او فليكسور. خلاص. ايه تاني؟ الناس اللي عايزه تخرج مفيش اي مشاكل يا جماعه، اللي عايز يذاكر او حاجه، اللي عنده اسئله يسال. انا في الشويه اللي فاضلين دول الدكتور مش عارف سامي ولا اسلام بعت لي على الايميل، هحاول افتح الايميل تاني دلوقتي وابعت لكم بقى حاجات الايه؟ البرزنتيشنز بتاعت اللور. هل وصلت لكم حاجه من البرزنتيشن بتاعت الابر اللي انا بعتها له؟ في حاجات كانت حجمها صغير وقدرت تتحمل على الميل، وحاجات تانية ما قدرتش تتحمل، كان عايز جوجل درايف. وانا صراحة what we covered in this lecture دكتور. اوكي. دلوقتي خدنا حاجتين بس، التلات عضلات بتوع الباك اللي هي الهامسترنج ماسلز، اللي هي البايسبس فيموريس، والسيمي تندنوزس والسيمي ممبرنوزس. وبعد ما خلصناهم عرفنا ان اللي بيغذيهم التيبيال بارت بتاع السياتيك نيرف اللي هو جزء من السكرال بليكسس، وعلشان نشرحه كنا لازم نشرح السكرال بليكسس، فشرحنا السكرال بليكسس ببرانشاتها من غير ما نقول تفاصيل عن اي برانش. التفاصيل على البرانشات كل حاجه هتتقال في مجالها. اللي بيغذي العضلات هنعيده تاني، والسياتيك نيرف هيتشرح تفصيلا المره الجايه. يبقى احنا شرحنا النهارده الهامسترنج ماسلز والسكرال بليكسس فقط. دلوقتي المحاضرة اللي فاتت اللامبر بليكسس والأدابتور جروب. دكتور وات ذا تيست وي تراي دوينج اون ذا فيمر تو اندرستاند ذا موفمنت اند اكسس. بص يا سيدي، احنا بنحط الفيمر على ترابيزه، يبقى الكوندايلز دايمين على واقفين على الترابيزه وواقفه، وصباعك بتاع ايدك الشمال الاندكس ثبتها بيه، ثبت الفيمر بالصباع ده بس من فوق بحيث ما تقعش، يبقى هي كده ثابته ما بين صباعك وما بين الترابيزه. وهات ايديك اليمين بقى، ده الاندكس بتاع الشمال هو اللي مثبتها، ايديك اليمين بالاندكس برضو حطه على اللينيا اسبرا وشد عليها من ورا. المفروض لما تشد ايه اللي يحصل؟ يحصل لها لاترال روتيشن. اعملها كده، واذا حصل لاترال روتيشن بلغني، هتلاقي العكس اللي بيحصل. رغم انك بتشد على اللينيا اسبرا يعني المفروض تلف لبره، تلاقيها هي بتلف معاك لجوه. ده تيست جميل جدا تقدر تختبر بيه الميديا روتيشن للادكتورز والسواس ميجور ازاي بيعملوا ميديا روتيشن اوف ذا ثاي. ذا فيديو والله، بس انا لسه هعرف معلومه ازاي اشير فيديو من هنا، لان انا برضو ايه لسه مش عارفها. انا هصورها انا، بس هي انا عندي مشكله وحيده، ان انا الفيمر اللي معايا في المكتب بتاعي في الكليه، فمش معايا فيمر هنا حتى ولو بلاستيك اعمل لك بيها الفيديو. فبعد ما وعدتكم اكتشفت ان انا معيش فيمر في البيت، فمجرد ما هجيبها هعمله وهنزله ان شاء الله. Just open it on YouTube on Chrome. هو انا عرفت ان في طريقه سهله ان احنا نشر بيها فيديو من هنا، بس الاقي فيمر بس وانا اعملها لكم. ممكن لو حد عملها بالطريقه اللي انا قلتها هيشيرها لكم، هتبقى لطيفه يعني. خلاصة ايه اخدنا ايه النهاردة؟ اربع ثلاث عضلات، الهامسترنج ماسلز بالاورجن والانسيرشن ونيرف سبلاي والسكرال بليكسس. اللاترال فليكشن اوف الفيرتبرال كولوم هو ان لو في عضلة ماسكة من على السايد بتاع الفيرتبرال كولوم زي سواس ميجور، ماشي، الاتنين مع بعض لو شدوا مع بعض يجيبوا لك الفيرتبرال كولوم لقدام، يعني يعملوا لك فليكشن في الفيرتبرال كولوم. طب واحده شدت بس على السايد، تجيب جسمك للجنب، ده اسمه لاترال فليكشن اوف ذا فيرتبرال كولوم، ده اللي بتعمله السواس ميجور ماسل او اي عضله بتمسك في الفيرتبرال كولوم من على الجنب، ماشي. احنا كده خلصنا ما يخص الثاي، لا فاضل لنا السياتيك نيرف،
فاضل لنا الجلوتير ريجون، لان هي تعتبر، هي تعتبر اسمها جلوتير ريجون مش تبع الثاي، لكن هي لسه لها محاضرتين، محاضره جلوتير ريجون ومحاضره سياتيك نيرف، دول هناخد نصهم يوم السبت اللي هي محاضره من 2 ل 4، وبعد كده هنكمل الحد الصبح ان شاء الله. لو انت نايم على ظهرك، لو انت نايم على ظهرك على السرير وبتكون بجسمك، في جزء من الحاجات دي بيتساعد بالاثنين سوس ميجور مع بعض، لما يشتغلوا يشدوا مع بعض يرفعوا لك جسمك لفوق، انت كده بتعمل فليكشن للايه؟ للجوي، بتعمل فليكشن للفرتبرا كولوم نفسه. تمام. في الادكتور كانال الباوندرز بتاعتي من ورا الادكتور لونجس وماجنس، من فوق انترو لاترالي فاستس ميديالس، انترو ميديال الفايبرس باند اللي انا وريتها لك في الصوره في الاول المحاضره النهارده مع السارتوريس، والكونتنت فيمورال فين وارتري وسافيلس نيرف ونيرف تو فاستس ميديالس. شكرا. حلو قوي. فايدتها ايه؟ بتكونكت الفيمورال تراينجل بالبوبليتيه الفصة، بدايتها الايبكس بتاع الفيمورال تراينجل ونهايتها الادكتور كانال. كده كل اللي عليك في الادكتور كانال، كتبت دول خدت الدرجه. اللاترال روتيتور هيب جوينت دول في الجلوتير ريجون المره الجايه ان شاء الله. السياتيك السكرال بليكسس اللي خدناها النهارده دي كانت صفحه 97، الكلام على فكره مش ورا بعضه. طبعا هتلاقي قبلها الجلوتير ريجون دي كلها ما خدناهاش لسه. دي لسه يوم السبت. من صفحه 83 لصفحه 95 ولا 96 ده لسه ده يوم السبت. تمام كده؟ انما احنا خدنا النهارده صفحه 97 وخدنا معاها العضلات اللي هي بتاعت الهامسترنج ماسل، هتلاقيها بعدها تقريبا كمان، اللي هي صفحه 103 و104 و105 بس، ده اللي خدناه النهارده. اوكي. الفيمورال ارتري بدايته ونهايته برانشات اللي احنا قلناها المره اللي فاتت، اللي هي السوبرفيشال برانشز والديب برانشز باساميهم وخلاص. البدايه عند الميد انجوينال بوينت ككونتينيويشن بتاع الاكسترنال الياك، والنهايه بتاعته لما بيعدي من الادكتور هيتس ويبقى اسمه بوبليتيال ارتري، وبيديني برانشات ايه؟ سوبرفيشال ودي. السوبرفيشال اللي احنا قلناها سوبرفيشال اكسترنال بيدندر، سوبرفيشال سيركمفليكس الياك، وسوبرفيشال ايبيجاستريك، والديب الديب فيموريس والديسندنج جينيكولار والديب اكسترنال ديدندر. بس شكرا. خلص كده الفيمورال ارتري بالظبط اربع اسطر. الادكتور كانال تاني. حاضر. اخر مره انا كده قلت الادكتور كانال كتير قوي. البدايه بتاعتها والنهايه بتاعتها بتبدا عند الايبكس بتاع الفيمورال تراينجل وبتنتهي عند الادكتور هيتس. اسمها الثاني سب سارتوريال كانال عشان هي تحت السارتوريوس. الباوندرز بتاعتها من تحت بوستيريورلي ده فلات الادكتور لونجس وماجنس. الضلعين اللي من فوق بقى جايين بزاويه شويه يمين وشمال، انترو لاترال الفاستس ميديالس وانترو ميديال الفايبرس روف اللي احنا شفناها في اول المحاضره تحت السارتوريوس. طيب الكونتنت بتاعتها فيمورال ارتري، فيمورال فين، سافيلس نيرف وهو بيكروس الفيمورال ارتري فروم لاترال تو ميديال، والديسندنج جينيكولار. لان اسف نيرف تو فاستس ميديالس. نيرف تو فاستس ميديالس. فايدتها ايه؟ بتكونكت الفيمورال تريانجل بالبوبليتيا الفصة، وهي طريقه نقل او تانل اللي بتنقل الحاجات دي من الفيمورال تريانجل للادكتور فصة. شكرا جزيلا. بالظبط. والاسم الثالث بقى السب سارتوريال كانال اللي هي تحت السارتوريس. تمام كده يا شباب.
دي اي حاجه. تمام، انا في رقم بعته لكم على الواتس، اللي عنده اي اسئله ممكن ساعات برضه يبعت لي لو بقى عندي وقت متاح، ارد عليكم ان شاء الله. اشوفكم على خير يوم السبت ان شاء الله. استعدوا للاسبوع الجاي، هيبقى اسبوع كثيف شويه، في ايام هيبقى فيها ثلاث محاضرات في نفس اليوم، فربنا يعيننا ويعينكم. ده جاست واتس يا جماعه، نشل الاتصال بعد اذنكم. عفوا، اشوفكم على خير ان شاء الله يوم السبت باذن الله. السلام عليكم.